أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بعد التشويش الذي حدث في القاعدة الأمريكية سودة، اضطرت السفارة الأمريكية في أثينا لإعادة تدبير أمورها مرة أخرى وبرمجيات جديدة خوفا من اختراقها للمرة الأولى. وهذا أيضا ما كان في وقت سابق بعد تدمير كل المستلزمات والتجهيزات وأيضا كل الشبكات لريزو عموما، كلها دمرت بشكل كامل في كييف، السفارة الأمريكية في أوكرانيا. ولا تزال التحقيقات إلى الآن في لجنة الخارجية بالكونغرس وغيرها من أجل معرفة إلى أي حد هذه التدميرات، أو ما بين قوسين تدمير بعض الملفات في السفارة الأمريكية في كييف، وقضية هونتر ابن الرئيس بايدن صاحب $50,000 في الشهر الواحد. إذن هذه كانت معلومة، ولذلك فبالنسبة للجمهوريين يريدون معرفة هل استغل الرئيس بايدن مسألة كييف لتدمير ملف يتورط فيه ابنه هونتر؟ إذن هذا سؤال يحاول الأمريكي أن يجيب عنه، خصوصا الصف الجمهوري. رئيس لجنة الخارجية يواصل تحقيقاتها بهذا الخصوص، وسوليفان المعروف بأنه القريب الرجل أوباما بالأساس والرجل الديمقراطيين، هو اليوم المشرف على كل هذه العمليات، وبقراره تم الإنفاذ وليس بقرار البنتاغون. وهذا سبق، ليس بقرار من البنتاغون، كان القرار رئاسيا وليس بوزارة الدفاع الأمريكية. هذا للعلم فقط، وهذه نقطة هامة للغاية. اليوم وأمام هذه الإمكانية أيضا بالنسبة لحالة تدمير بعض الملفات وأيضا تدمير برمجيات وإعادتها مرة أخرى، وبعض الإجراءات التي اليوم يعمل عليها الأمريكي لحماية قاعدة سودة بعد التشويش الذي حدث من استناف من هذه الفرقاطة الصاروخية ومن السيناريو الذي كشفناه، وبشكل موسع كيف تعاملت استناف مع كلوش على وجه التحديد مع هذه المنظومة، وأيضا الـ RM-404 المنظومتان عملتا معا من أجل دفع هذه القاعدة إلى حالة إغلاق، إغلاق كامل، إغلاق جميع خدمات هذه القاعدة لمدة تزيد عن 3 ساعات على أقل تقدير. إذن العملية كلها إبراز لقوة روسية، وثانيا لأن لم يكن متوقعا من طرف الأمريكيين أن يكون الهجوم بهذه الطريقة. إذن كان لا يتوقع الأمريكيون بأن تكون الهجمة الإلكترونية في شرق المتوسط، واختار بوتين أن يلاعب على وجه التحديد بين الأسود وما بين الأبيض، ما بين البحر الأبيض المتوسط وما بين الأسود، وهذه لديها حساباته ناقشناها في وقت سابق. بقي الآن كيفية العمل على ما سمي بإعادة تشفير كل من القواعد الأمريكية في اليونان وإعادة تشفير السفارة، وبذلك فإن إعادة هذا التشفير أصبح واضحا أن هناك تدمير لبرمجيات، تدمير أيضا لشبكات وإعادتها من جديد. وهذا هو واقع الحال اليوم، إذ انتقلت كييف إلى أثينا، من كييف إلى لفيف وإلى أثينا. ومعنى ذلك أن إدارة العمليات اليوم أغلبها في البحر الأسود انتقلت مباشرة إلى ألكسندروبوليس إلى سودا. ماذا فعل الروسي؟ أتى إلى البحر الأبيض المتوسط لتجاوز أزمة البوسفور، ثم أيضا عمل بكل طاقته من أجل الوصول إلى إعادة تقدير للوضع
وضرب الأمريكيين وضرب قوتهم من ساحتهم. هم لا ينتظر الآن الروسي أن يذهب الأمريكي إلى هناك إلى البحر الأسود، بل نزل إليه إلى شرق المتوسط وأيضا إلى بحر اليابان وفي الباسيفيك، وجمع الباسيفيك وبحر الشمال والبلطيق دفعة واحدة في شرق المتوسط وفي البحر الأسود، وركز كل قوته هناك. وآنذاك استخدم كامل قوته، كامل قوته خصوصا بالنسبة للحرب الإلكترونية. فهل نجح؟ إلى حدود اللحظة فإن المؤكد، وهذا ما نشرناه، الجي بي اس نفذت على الطيران الإسرائيلي، واضطر الإسرائيلي أخيرا لضرب دمشق من انطلاق من أرض من صواريخ أرض وليس باستخدام السلاح الجوي في هذه الظروف. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا أن جميع الطائرات الإسرائيلية تطير بحذر شديد لأن الظروف غير مواتية. المسألة الثالثة والأكثر أهمية أن الشرق المتوسط كله في حالة من الإقفال وإعادة التشفير ومن ثم إعادة برمجة الحماية. كل هذا يجري في القواعد البالغة 7 قواعد إلى الآن، يجدد كل هذا خصوصا في سودا وألكسندروبوليس على وجه التحديد، لأنهما القاعدتان الموجهتان نحو كل من شرق المتوسط والبحر الأسود. إذن هذا هو الوضع. بالنسبة للسفارة، لأن السفارة بملحقها العسكري رغم أنه اتخذ طريقا آخر من أجل العمل من خارج السفارة، لكن مع ذلك فإن هذه الوضعية وأمام التقارب اليوناني الروسي، فإن الأمريكيين لا يثقون الآن في المخابرات اليونانية، ويعتبر أن اختراقها ممكن من طرف الروس خصوصا بعد التوافقات التي حدثت بين دين دياس وهذا اللقاء مع لافروف وزيري الخارجية في كل يوناني وروسية. وهذا التوافق الدائم الذي سمحت به الولايات المتحدة الأمريكية أمام الآس 300 وأمام غيرها قبل من تسعينات القرن الماضي، كل التقنيات كانت توجه مباشرة إلى اليونان، كل هذا كان مفهوما للغاية. أيضا بالنسبة للقبارصة، فالقبارصة لديهم علاقة استثنائية مع المخابرات الروسية، لذلك وللإشارة فقط وأفتح قوسا لأغلقه، فجميع العمليات الروسية كانت تمر قبل سوريا في قبرص، أغلبها 99% من جميع العمليات قبل دخول روسيا إلى سوريا كان الكل يمر هناك في قبرص. إذن الوضع العام هو هذا. هنا يطرح سؤال مباشر وواضح للغاية، لماذا تحديدا اليوم هناك إعادة التشفير؟ لأن التخوف من اختراق روسيا لليونان، وهذا واضح، بل هناك تعاون كما قلنا يوناني روسي في هذه النقطة. المسألة الثانية أن البرمجيات التي عمل عليها الأمريكيون ليست بتلك القدرات كلها التي تحملها مثلا حاملات الطائرات. ما يكون الآن في هذا الوضع لأنهم كانوا يعتقدون، الأمريكيون اعتقدوا بشكل كامل، لأن لديهم إسرائيل ولديهم قبرص واليونان، في هذه البحيرة كلها كانت لهم. فبالنسبة لمن قصر هذا هو تواجد روسيا في سوريا، هذا هو الأمر الواقع. بل هناك إشارة أن المخابرات الروسية قبل دخول الجيش الروسي قامت بعمليات ضد بشار الأسد من أجل الوصول إلى مثل هذا التعاون، وهذا رغم أنه متخيل عند البعض، لكن في المخابرات وعالم المخابرات هناك 13 عملية تتحمل مسؤوليتها المخابرات الروسية، وهذا ما سيكشف عنه. على أي، هذا ليس موضوعا اليوم. هناك إعادة تقدير لما يجري، التخوف من تعاون المخابرات اليونانية مع الروسية، وهناك علاقات دائمة وغير مقطوعة، بل وفي درجة استقرار عالية. لذلك فالأمريكي خائف أولا من ارتباطات عالية بعد تدمير كييف،
بعد تدمير أرشيف كييف والسفارة الأمريكية هناك، فكان من الضروري للغاية أن ينقل البعض إلى أثينا. لكن الخطأ الذي وقع فيه الجميع هو عدم تقييم ما ستكون عليه قدرات روسية بعد الذي حدث ما بين الفرقاطة الصاروخية أستانوف ومع القاعدة السوداء. أصبح الوضع مختلفا ببساطة شديدة، ولذلك أعيد كل شيء ودمر أيضا البعض بعد المتعلق بالشبكات على وجه التحديد. فهناك استطاع الأمريكي أن يعيد تجديد كل البرمجيات، وهذا بطريقة طارئة كأن الحرب قائمة. إذن الحرب الإلكترونية هي الآن متفاعلة، هناك تدميرات وهناك انسحابات وهناك غير ذلك، ليس فقط من كييف. الآن أمريكا انسحبت من أوكرانيا وانسحبت بكل دبلوماسيها وعسكرها، معنى ذلك أنها سلمت كييف إلى روسيا، هذا هو أمر الواقع. وفي البحر الأسود نجد أن أستانوف تريد أن تعزل سودة وعزلت سودة لساعات، لما يتجاوز 7 ساعات كما يقول الروس، لفترة غير محددة. لكن على العموم هناك وصول إلى هذه القاعدة. بعد ذلك مباشرة وجدنا التخوف في الألكسندروبوليس، وجدنا أيضا إعادة برمجة كامل خصوصا بالنسبة للملحق العسكري وكل ما يتعلق بالقواعد الأمريكية في اليونان، لأن اختراقها يعني نهاية أمريكا في الشرق المتوسط، لأن هذا الأمر بالنسبة على الأقل للجميع سيكون صعبا. ولا يمكن الانسحاب، لا يمكن الانسحاب بالنسبة لأمريكا، ليس خيارا كما ضمن خيارات كييف. لا بد لأمريكا في لحظة أن تقرر أن تواجه، والهجوم الروسي واضح، هو لا يقول سأهاجم ولا يقول بالهجوم، ولكنه يهاجم إلكترونيا ويهاجم ويترك ما يريد لأوكرانيا ألا تكون فيها لا سفارة ولا جندي أمريكي، وحقق ذلك بدون اتفاق، باتفاق لا يهم. ولكن واقع الحال اليوم أن لا سيادة لكييف، لأن لا تستطيع لا تأمين السفارة الأمريكية هناك ولا الأمريكي يستطيع تأمين هذه السفارة، ولذلك فهو دمر برمجيته وخرج. يعني أن الأمر اليوم أن من الآن أوكرانيا ناقصة سيادة، لأنها لا تستطيع أن تحمي ممثليات دبلوماسية خارجية ببساطة شديدة، وليس لديها التحالفات التي تضمن ذلك، وهذا تشكيك في الدولة. من الآن أصبح يبعثر بوتين سيادة أوكرانيا، يفتتها في دونباس، يفتتها في الانسحابات الغربية، يفتتها بأن لا تأمين على الممثليات الخارجية. كل هذا يعني أن السيادة الأوكرانية في محل تساؤل، هذا الذي يريده. قدم دولة يجب أن يكون بهذه الطريقة ببساطة شديدة، أصبحت اليوم جيبا بدون أمريكا، وهذا الذي كان يريده. وهنا كيف يمكن لطلب أن يقدم الآن والسفارة الأمريكية لا وجود لها حتى في كييف؟ كيف يمكن لكييف التي طلبت منذ مدة أن تكون عضوا في الناتو، لم يقبل الطلب بل وتراجعت أمريكا حتى عن سفارتها هناك؟ فالأمر هنا واضح جدا بأن هناك هزيمة. من يقرأ الوضع، هناك هزيمة ببساطة شديدة من الآن. والتفريط الذي حدث في كييف نفسه في كابول لا يختلف في شيء، لأن الانسحاب حدث وانسحاب الأمريكيين حدث، وأيضا بالنسبة للدبلوماسيين، وأيضا إحراق الملفات، ماذا هناك أكثر من مثل ذلك؟ إذن لا فرق. إن كان هذا هو الوضع فإن الذي صدم الأمريكي هو التشويش على قواعده في شرق المتوسط. فشرق المتوسط أيضا لديه سيناريو آخر، وهذا السيناريو هو الذي يمكن اليوم أن يعطي أفقا مفتوحا لمثل هذه التطورات. لذلك عملية كلها عملية
مدروسة للغاية، وبالتالي فإن تخوف الأمريكي من الاختراقات بالنسبة للسفارة قلب كل شيء، قلب كل المعادلات، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي قامت به الفرقاطة الصاروخية الروسية في مقابل سودا، وأيضا وهذا مهم عزل ألكسندروبوليس، والاثنين معا إما بين حصار وإما بين عزل، والسفارة الآن أيضا تحرق أوراقها تماما كما فعلت السفارة الأمريكية في كييف. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.